المسار الثالث وهو مسار جمع المعلومات. قولوا لي يا شباب وتفاعلوا معي، ما المقصود بجمع المعلومات؟ آخر نوع من أنواع السيارات اللي جاء عندنا وشو؟ ها؟ لا، في بعد جيل اللي هي إيش؟ ها؟ شركة هندية وصلت عندنا الآن، أظن اسمها شانجار أو شغلة زي كذا. حلو؟ هذول داخلين السوق جديد، كيف حصتهم السوقية؟ ضعيفة جدا. أنت هنا تصنع، إيش أقدر أسوي وأدخل معهم؟ هم الآن يريدوا أن ينتشروا، صح ولا لا؟ تخيل أنك أنت تسوي ملتقى ضخم جدا وتسويه في كل كليات التقنية على مستوى المملكة، وتقدم أنه من يحضر معنا البرنامج يدخل في السحب على 4 سيارات من شركة سين. كيف الشركة حتتفاعل معك ولا لا؟ وخاصة أنك أنت حتنشرها في جميع مناطق المملكة، وحتظهر اسمها، تبرز اسمها، وترى راس مالها قدمت لك 4 سيارات. بدل ما تدفع 1,000,000 ريال على هذه الدعاية، قدمت لك 4 سيارات يمكن تكلفتها عليهم لا تتجاوز 100,000 ريال. هنا كيف أنت صنعت فرصة واستثمرت الجهات أو الشركات من خلال جمعك للمعلومات؟ وجدت أنه عندهم خلل في التسويق، كيف أنا أساعدهم في التسويق؟ وجدت أنه عندهم خلل في قطع الغيار، كيف أنا أساعدهم؟ إذا كان عندي الملكة أو القدرة في ذلك. الهلالية هذولي المساكين، الهلال المسكين ولا لا؟ ولا النصراوي المسكين؟ الهلال المسكين، ما عليك منه، ما عليك، البطولات عندك ما يحتاج. حلو. الآن أنا أشجع الهلال، أشجع النصر، أشجع الأهلي، أشجع الاتحاد، وحريص على المباريات، وأحضر المدرجات، وأحضر مع اللعيبة، وأنا تخصصي ميكانيكا. كيف أستطيع أن أربط هذا الشغف الكروي بالميكانيكا وأستفيد أيضاً مادياً؟ لو رحت لشركة تشيلي ولا شركة أي شركة من هذه الشركات وقلت لهم أبغى أسوي لكم شغلة كذا، إنه أي جمهور هلالي يحضر مباريات الهلال، إذا حضر 5 مباريات يدخل معنا في السحب على سيارة أو 5 سيارات من جيلي، ارتبط اسمهم بجمهور الهلال، كل جمهور الهلال جالس يقول جيلي أو جمهور النصر أو جمهور الاتحاد أو جمهور الأهلي. حلو؟ استفادت الشركة ولا ما استفادت؟ يعني هذه تسويق لجيل الشباب، هم عندهم سيارات شبابية. النادي إيش حيقول لك؟ يقول لك أنت أحسن واحد، حيعطيك عضوية. ليش؟ أنت جالس تجيب له جمهور، وجالس تجيب له دخل، وجالس يعني جالس ضبط الوضع معه ولا لا؟ طيب هذه الفرصة أحد سواها؟ لماذا لا تكون هذه الفرصة التي أصنعها في مجال الميكانيكا؟ ما خرجت من السيارات، لم أبعد عن السيارات، ولكن ما رحت فقط ميكانيكا بس كيف تصلح السيارة، تجاوزت المرحلة إلى أني أكون مورد للسيارات، أني أكون عندي مصنع سيارات، أني أتحول من ميكانيكا العادية هذه اللي هي الكيروسين ولا شو اسمه البنزين إلى الميكانيكا الكهربائية، وندخل الآن في السيارات الكهربائية. كل هذا نستطيع أن نفعله نحن من خلال جمعنا للمعلومات بشكلها الصحيح. المستقبل ماذا يريد؟ أتواكب أنا مع هذا المستقبل وسأكون